سابقا من خلال الحوارات او فقراتنا القادمه في هذه التغطيه على شاشه قناه الاهلي ومن خلال الحديث عن الاهلي في كل مكان. هننتقل مع حضراتكم دلوقتي لاصداء وسائل الاعلام او الاصداء في وسائل الاعلام العربيه والسعوديه على وجه التحديد للاحتفاليه الكبيره اللي ظهر فيها الاهلي بهذا الشكل الرائع امام شقيقه الشباب السعودي وتفوق وفاز بالمباراه بهدف نظيف في اعتزال نجم الكره السعوديه فؤاد انور. نتابع مع بعض بعض التصريحات او بعض العناوين اللي تصدرت بعض وسائل الاعلام والصحف السعوديه تعليقا على هذه المباراه. اولا الكل كان سعيد بالحدث، شفنا المشهد في الاستاد، طبعا المسؤولين في الناديين وايضا الحضور الجماهيري الضخم، الاسر اللي شاركت، الجمهور السعودي، الجاليه المصريه في السعوديه، عدد كبير من الاسر المصريه حرصت على المشاركه ومتابعه هذا الحدث المصري السعودي الرياضي المهم، وايضا المشاركه كانت على مستوى الاسره باكملها بالاطفال، الاب والام والاطفال، الزوجه المصريه، الام المصريه اللي شاركت مع اسرتها في متابعه هذا الحدث. وقلنا ان في بالفعل تغير في التركيبه الاجتماعيه بيحصل في الفتره دي، وفي تطور ومواجبة للمتغيرات الخاصة بمشاركة وتفعيل دور المرأة وتفعيل دور الأسرة بأكملها في كل الأنشطة في السعودية، سواء كنا بنتكلم عن أنشطة فكرية، ثقافية، سياسية، رياضية، فنية. في تطور بنتابعه في الفترة دي، وفي أيضا محافل ومناسبات واحتفاليات، وأيضا عدد من الأحداث الثقافية والفنية بيجري تنظيمها في السعودية في هذه المرحلة. إن شاء الله يستمر التطور في هذا المجتمع السعودي الشقيق بما يحافظ على كيان وعلى هوية هذا المجتمع، ويعطيه أيضا مساحة أفضل للمشاركة للمواطنين، للرجل وللمرأة وللطفل وللكبير وللصغير، كل فئات المجتمع السعودي وكل أطياف الشعب السعودي في كل المجالات. وإن شاء الله يشهدوا طبعا أمور جيدة جدا تنعكس على حياتهم اجتماعيا وثقافيا ورياضيا بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة. أحداث المباراة قدامنا على الشاشة، وزي ما قلنا قد إيه قدر الأهلي يظهر بشكل جيد جدا رغم حرصه طبعا لظروف الإصابة أو الإجهاد أو عدم الجاهزية على راحة عدد كبير جدا من القوام المؤثر في الفريق ومن نجوم الفريق، لكن ظهر الفريق بهذا الشكل لأنه في وفرة كبيرة من العناصر اللي ممكن تكون مشرفة وأدائها على مستوى الحدث في أي مباراة محليا أو دوليا زي ما شفنا في لقاء الأهلي والشباب السعودي. الصحف السعودية قالت بعض الأمور المهمة عن هذا اللقاء. أفردت الصحف السعودية الصادرة اليوم، طبعا بالأمس كانت طبعا بدأت هذه التغطية واليوم أيضا مستمرة التغطية لهذا الحدث. يوم السبت كان في مساحات واسعة جدا للحديث عن مباراة اعتزال فؤاد أنور أحد أساطير الكرة السعودية واللي جمعت بين ناديي الشباب السعودي والأهلي المصري بملعب الأمير فيصل بن فهد، واللي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل. عنونت صحيفة الوطن الأهلي يكسب الشباب في مهرجان اعتزال فؤاد أنور، وأشارت إلى أن المباراة أقيمت وسط حضور جماهيري ضخم، فيما خاض الشباب المباراة مطعما بالعديد من نجوم الدوري السعودي مثل ثلاثي الهلال ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب والحارس العماني علي الحبسي. أما صحيفة البلاد فعنونت الشباب والأهلي المصري يحتفلان بفؤاد أنور، يزفان فؤاد أنور في يوم اعتزاله، وقالت في ليلة رياضية لا تنسى ودع قائد ومايسترو الأخضر السعودي ونادي الشباب فؤاد أنور الملاعب في مهرجان رياضي أكثر من رائع وبحضور جماهيري كثيف أيضا ازدانت به جنبات استاد الأمير فيصل بن فهد وكانت غالبيتها من جماهير نادي القرن. وتحدثت الصحيفة عن الاستقبال الحافل الذي حظي به محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من جانب جماهير القلعة الحمراء والتي احتشدت في مدرجات الملعب، وأشارت إلى أن الكابتن محمود الخطيب لا يزال يحظى بهذه المكانة وهذه الشعبية خاصة في قلوب مشجعي الأهلي ومشجعي الكرة المصرية. في حين عنونت صحيفة عكاظ الأهلي المصري يتغلب على الشباب في مهرجان الاعتزال أنور آخر وداع، وأشارت إلى أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز بهدف سجله الجنوب أفريقي باكا. وقالت صحيفة الرياضية أن جماهير الأهلي اللي احتشدت في المدرجات لحضور مهرجان اعتزال نجم الكرة السعودي فؤاد أنور شكلت لوحة جمالية داخل وخارج الملعب، وأضافت ودع فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي وناديي الشباب والنصر السابق الملاعب على أروع ما يكون، وذلك عندما حقق مهرجان اعتزاله الذي استضافه ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وشارك فيه النادي الأهلي المصري نجاحا كبيرا على كافة المستويات أو في كل الجوانب.
وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة الأهلي والشباب السعودي شهدت حدثا تاريخيا يتمثل في الظهور الأول للعائلات العربية في مدرجات الملاعب السعودية، حيث قدر عدد أفراد العائلات الذي حضر المباراة أو العائلات التي حضرت المباراة بأكثر من 3000 امتلأت بهم مقاعدهم المخصصة، مما اضطر الجهات المنظمة إلى توفير المزيد من المقاعد. ومن جانبها عنونت صحيفة الرياض بحضور نادي القرن الإفريقي: الكرة السعودية تودع فؤاد الأخضر، والأهلي كسب الشباب والجماهير المصرية تخطف الأنظار في ليلة الوفاء. طبعا احنا لسه بنتكلم مع حضراتكم عن هذه الأصداء وعلى مستوى العالم العربي، وكل احتفالية كبيرة، كل احتفالية كبيرة مهمة بتشارك فيها الرياضة المصرية، وفي مقدمتها طبعا النادي الأهلي أفضل ممثل للرياضة المصرية والعربية والأفريقية والأكثر حصدا للبطولات والأكثر شعبية على الإطلاق، مع أي نادي من الأندية الشقيقة الكبيرة ذات الاسم والصيت الذائع والشعبية في الإمارات، في السعودية، في أي دولة عربية شقيقة، أمر بيسعدنا ويشرفنا جميعا، ونتمنى دايما هذا التواصل المستمر مع كافة الدول العربية الشقيقة على كافة المستويات، ومنها الرياضة اللي دايما بتلعب أدوار مهمة جدا في تقريب وجهات النظر بين الشعوب وفي حل الكثير من المشكلات أو الخلافات في وجهات النظر، وبتكون بالفعل درع يحافظ على تماسك هذه الأمة ويقرب بين أو يربط أواصر هذه الأمة ويقرب بين شعوبها على كافة المستويات. الرياضة دائما أبدا بتلعب دور أكثر من مهم. خلونا نتوقف قليلا مع هذا التقرير، نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونعود لاستكمال هذه التغطية على الهواء مباشرة. واحد من أبرز نجوم الكرة السعودية الكابتن فؤاد أنور، وسط الاحتفالية ووسط الحضور الجماهيري الكبير، بلا شك يستحق فؤاد نظير ما قدمه مع المنتخب ومع نادي النصر والشباب، يستحق هذا الاحتفاء ويستحق هذا التكريم ويستحق أن يتشارك فيه جميع جماهير الأندية السعودية وجماهير النادي الأهلي. بعد هي بلا شك بلد واحد، احنا شاهدنا أثناء عزف السلام الملكي السعودي وأثناء عزف النشيد الوطني المصري، الكل يعني كان فيه ترحيب حار بالسلامين الدولتين. بالنسبة لنادي عظيم كالأهلي طبيعي أنه يحضر له بهالكثافة الجماهيرية. أنا طبعا بعد بداية المباراة نزلت للمدرج وشفت ونزلت برا في الساحات المحيطة بالملعب، لقيت أعداد جماهير كبيرة تنتظر برا تحاول أنها تدخل. ففؤاد يستحق، النادي الأهلي برضو نادي عظيم زي هذا يستحق أن يحضر له هذا الجمهور، والله يوفق فؤاد إن شاء الله في مسيرته القادمة. اهتمام كبير جدا، صور فؤاد أنور والكلام الحديث عن اللاعب المونديالي أو فؤاد الأخضر تصدر عن الصحف السعودية اليوم. طبعا في عكاظ كتب اليوم أن فؤاد أطلق نداء للجماهير السعودية بأني أدعوكم لمشاهدتي في آخر مبارياتي. نقدم الشكر لكم على قناة الأهلي المصري، كل الشكر لكم على الوجود، كل الشكر للجمهور المصري، كل الشكر للعائلات المصرية اللي قدموا اليوم لنا رونق خاص للأمانة. يعني شاهدنا بكل أمانة الحضور اليوم، ممكن أن ما شاهدناه في الملعب هذا تحديدا من 5 إلى 6 سنوات، يعني حضور ما شاء الله تبارك الله. أيضا شاهدنا ملتزمين بالأمانة بالأنظمة والقواعد لدخول العوائل وخروجها. إضافة إلى أن طبعا نشكر إدارة نادي الأهلي على وجودهم في تكريم الأسطورة الكروية الأستاذ فؤاد أنور. طبعا فؤاد أنور هو أسطورة غني عن التعريف بكل أمانة، قدم الكثير لنادي الشباب، قدم الكثير لنادي النصر، قدم الكثير للمنتخب السعودي. بالنسبة للرياضة المصرية تحديدا بشكل عام الفترة الأخيرة لو نلاحظ أنه حتى على مستوى اللاعبين تقريبا حوالي 13 أو 14 لاعب دخلوا عندنا في الدوري السعودي. كذلك من بداية الموسم عندنا حسام غالي في نادي النصر، وعندنا حارس نادي التعاون الحضري، وعندنا مجموعة كبيرة من اللعيبة.
فالدمج الكروي هذا جميل، يخدم المنتخب السعودي ويخدم المنتخب المصري ان شاء الله في مونديال روسيا باذن الله، وان شاء الله نتاهل احنا وياكم باذن الله. كل الشكر لكل القائمين على دعوه الجماهير المصريه، على تنظيم الجماهير المصريه، الجماهير المصريه يعني دائما ما تحرجنا صراحه، دائما ما تحرجنا على مستوى الحضور الكروي، يعني الفتره الاخيره احنا عندنا في الدوري السعودي نعاني من الحضور الجماهيري بكل امانه، يعني بسبب سوء النتائج، بسبب ممكن ارتفاع اسعار التذاكر باسباب مختلفه، لكن بكل امانه نشكر جميع من حضر لتكريم الاسطوره فؤاد انور، ونشكركم انتم مره اخرى والله يعطيكم العافيه. تابعنا مع حضراتكم هذه الآراء، هذه التصريحات ورؤية بعض زملائنا أو أصدقائنا من الإعلاميين في المملكة العربية السعودية، سواء بنتكلم عن الأستاذ عبد الله مرزوق الصحفي السعودي أو الأستاذ عبد المجيد الرميثي الإعلامي السعودي. الكل سعيد بهذا الحدث، الكل يسعد بهذه الأحداث وما يشبه هذا الحدث الكبير، اللقاء اللي تم بين الأهلي المصري والشباب السعودي في مباراة تكريم واعتزال نجم الكرة السعودية ونادي الشباب فؤاد أنور. والكل بيؤكد انه في اجماع ان الرياضه من افضل سبل التواصل بين العالم العربي، في العالم العربي الدول العربيه الشقيقه الرياضه بالفعل من افضل سفراء المحبه والتعاون فيما بينها. في ناس كمان بتذهب لابعد من كده بتقول لو احنا قدرنا نطبق ما يحدث في الوسط الرياضي في علاقات الرياضه والاستثمار الرياضي وكره القدم على مستوى الاقتصاد والاستثمار والتجاره البينيه والسياسه بين العالم العربي والتنسيق في كل ما يتعلق بالتحديات المحيطه بينا في المنطقه العربيه او منطقه الشرق الاوسط، بالتاكيد اصحاب هذا الراي بيقولوا هيبقى حالنا افضل كتير، هنكتفي ذاتيا في كثير من الامور، هنبتعد عن اي ضغوط بتحدث من خارج حدود الشرق الاوسط والعالم العربي على منطقتنا العربيه الغاليه علينا جميعا، هيبقى حالنا افضل كتير لان هنكمل بعض، كل دوله هتكمل اي امور فيها قصور عند الدوله الشقيقه لها هذه او تلك، الكل بيكمل بامكاناته، موارده البشريه، طاقاته، امكاناته الماليه، خبراته التكنولوجيه او الصناعيه او الزراعيه، هنقدر نتكامل وهيبقى عالمنا ده افضل بكتير. فالرياضه هي العنوان اللي ممكن نترجمه او نطبقه على مجالات اخرى كثيره تخلي حياتنا في العالم العربي افضل كتير ان شاء الله. لسه في اكثر من تقرير واكثر من لقاء، عندنا اراء ايضا للاستاذ عبد المجيد بن طالب الاعلامي السعودي والاستاذ علي المرشوط الاذاعي السعودي، نشوف مع حضراتكم هذا التقرير وهذه الاراء واصداء اكثر من جميله واكثر من رائعه بتتمنى تكرار هذه المناسبات وهذه الاحداث الرياضيه العربيه الخاصه جدا زي مباراه الاهلي والشباب السعودي، نشوف مع بعض. بداية كان في تفاعل كبير خصوصا بعد ما عرف الشعب السعودي والجماهير الرياضية كافة انه فريق كبير مثل النادي الاهلي المصري هو اللي راح يكون طرف في لقاء اعتزال الكابتن فؤاد انور. الكابتن فؤاد انور خدم الكرة السعودية محليا وعالميا، وعالميا تحديدا مع النادي النصر السعودي، قابل ريال مدريد وفي كاس العالم للأندية عام 2000، ومع المنتخب السعودي كمان له انجازاته. فتداولت في بعض الامور في الفتره الماضيه انه كابتن فؤاد انور يختار اي نادي بما انه هو لاعب في نادي الشباب ونادي النصر السعودي، فاختار ناديه الاول الشباب، وشفنا الكابتن فؤاد ما شاء الله يعني اختار كوكبه من النجوم السعوديين من جميع الانديه. هذا شيء مو مستغرب، اولا يعني شيء مو جديد انه جمهور الاهلي المصري يحضر في الملاعب السعوديه بحكم تواجدهم الطويل والباع طويل في المملكه العربيه السعوديه عامه، يعني شاهدنا قبل فتره ما يذكرني كم المده تحديدا كان في اعتزال الكابتن عبد الله الشريده وجاء النادي الاهلي هنا وامتلت المدرجات عن بكره ابيها، فهذا شيء مو غريب. قد يكون الشيء الاضافه الجميله هو انه سمح للعائلات في السعوديه انها تقدر تحضر المباريات، شفنا اليوم ترتيب وتنظيم عالي جدا من المسؤولين في استاد الامير فيصل بن فهد في الملز بحضور العوائل، كان ترتيب جدا جميل،
وحضروا بكل سلاسة وبكل سهولة، والجمهور يعني تواجد من وقت مبكر في الملعب المباراة، والحمد لله زي ما انتم شايفين يعني الناس جميع يعني مبسوطين ومستمتعين في المباراة. اعتقد انكم ما جيتوا لناس غريبين، هذا بلد يعني احنا على فكرة يعني العلاقات الممتدة ما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ليست وليدة اليوم، على مر السنين، وأنا أعتقد أنها يمكن تتخطى القرن وأكثر. بالنسبة لليوم الحقيقة هذا احتفال تاريخي كبير جدا. أنا أعتقد أن الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر نجحت نجاح باهر كبير بشكل غير عادي. أنا متواجد هنا في الملعب منذ تمام الساعة 5 عصرا من هذا اليوم الجمعة. الحقيقة المشهد اللي أنا أشوفه ما أنا شخصيا ما شفته في المملكة العربية السعودية سبقا، يعني أنتم متعودين عليه في مصر لكن أنا شخصيا ما تعودت عليه. تصور هذا الملعب يتسع تقريبا ل 20,000، اللي أنا متأكد منه أنه اليوم موجود 25,000، بمعنى أنه حتى الممرات الخاصة في الطوارئ ممتلئة. هذه نقطة. اثنين، حتى إدارة الاستاد أعلنت قبل بداية المباراة بساعة كاملة أنه لا يمكن الملعب يستقبل جمهور، معني أنا شخصيا غطيت ما بين استراحة الشوطين شفت جمهور مصري غير عادي كبير جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. كان ودي بصراحة أن يكون في مدرجات مثل استاد القاهرة، لكن أو كان بودي أن المباراة تكون موجودة في استاد الملك فهد، لكن بحكم ارتباط استاد الملك فهد في فعاليات كبيرة في سباق السيارات العالمي. عموما أنا تحدثت عن الجمهور المصري، ومهما تحدثت عنه لأنه في حقه، أعرف أنه جمهور الشباب يعني يمكن ما له شعبية كبيرة مثل جمهور النصر والهلال، ولكن بما أنه حاضر الجمهور الكبير هذا الموجود هم كلهم على عيننا وعلى رأسنا حقيقة، وشرفونا وعطونا أجواء وثقافة الجمهور النصري كيف يشجع. أهلا بحضراتكم مرة تانية. شفنا ردود الأفعال والتعليقات، وده مرتبط بالعنوان الأهلي في كل مكان. شفنا شعبية الأهلي أينما يذهب للمشاركة، طبعا في المقام الأول كرة القدم بشعبيتها الجارفة، لكن حتى المشاركات الرياضية لنجوم وفرق النادي الأهلي في أي بطولات عربية أو أفريقية بتكون بتساعد على الترويج لهذه البطولة أو تلك، على الحضور الجماهيري، على الوجود في الصالات المغلقة أو في ملاعب كرة القدم. وزي ما شفنا زملائنا من الإعلاميين السعوديين وهو بيقولوا حضور جماهيري مصري سعودي ضخم هناك في هذه المباراة الودية بين الفريقين الكبيرين. طبعا فريق الشباب فريق له تاريخ في الكرة السعودية وله جمهوره وله شعبيته، واسم النجم الكبير وتكريم النجم الكبير فؤاد أنور طبعا من أشهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم السعودية والعربية، ده يعني لا خلاف على هذه الأمور وليست محل جدل. لكن الأهلي بشعبيته موجود في كل مكان، ولما بيسافر وينتقل لأي بلد عربي أو أفريقي بيكون حضوره محط أنظار الجميع ومحل اهتمام الجميع، الجماهير ووسائل الإعلام والأصداء اللي شفناها. هذا الحضور الجماهيري المصري السعودي شفناه أيضا في الإمارات في أي مباراة للأهلي بيلعبها، سواء كان مع فريق له شعبية كبيرة أيضا في مصر أو ربما في بعض الدول في العالم العربي أو في القارة الأفريقية. لما كنا بنشوف مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك كانت الاستادات بتمتلئ، الاستاد بيمتلئ في الإمارات. ولما شفنا أيضا الأهلي مع المصري كان الحضور أقل كثيرا مقارنة بالزمالك. بالنسبة للجمهور المصري بالتأكيد حضوره في هذه المباراة مباراة السوبر كان أقل كثيرا من الأعداد اللي بتذهب لمتابعة فريق الزمالك المنافس التقليدي للأهلي. إذا ده بيدلل على أن الأهلي أيضا كان بيملأ جمهوره الاستاد في مباراة المصري في كأس السوبر واللي حصل عليها مؤخرا بعد فوزه على المصري البورسعيدي في الإمارات. دايما الأحداث والمناسبات الدولية العربية لكرة القدم حاضر فيها بقوة ورقم واحد في المشاركة فيها والأقرب إلى الحضور والاستثمار والترويج لأسماء النجوم وأسماء الفرق والحضور الجماهيري ونجاح المسابقة دائما أبدا هو النادي الأهلي المصري. التأكيد من وسائل الإعلام أمر طبعا بنشكرهم عليه، هذه الحفاوة والكابتن محمود الخطيب اللي شفناها في الملعب من المسؤولين في الأوساط الرياضية السعودية في نادي الشباب السعودي في طبعا الهيئات القائمة على الرياضة وعلى كرة القدم السعودية بشكل عام. شفنا حجم الاستقبال والحفاوة والتقدير للنجم الكبير وأسطورة كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية الكابتن محمود الخطيب. وأيضا حرصت وسائل الإعلام السعودية زي ما تابعنا وقرينا لحضراتكم أكثر من خبر في العناوين الموجودة وفي كل التفاصيل الموجودة في
اكثر من او جريده او صحيفه او صحيفه او موقع سعودي للاخبار، الكل بيؤكد على حجم الشعبيه اللي ما زال بيتمتع بها ويحظى بها حتى يومنا هذا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. تجربه الاهلي يعني تم تعميمها، انطلقت من مصر واصبح اكثر من نادي واكثر من هيئه ومؤسسه رياضيه ونادي من انديه كره القدم او المؤسسات الرياضيه العربيه بشكل عام والافريقيه بتحمل هذا الاسم. اهلي دبي، ايضا اهلي جده السعودي، اهلي شندي في السودان، اهلي طرابلس في ليبيا، الانديه تكررت التجربه، يعني الكل حذو هذا النادي واصبح الاسم وهذه طبعا هذا الشعار البراق الرائع اللي بيحمل هذه القيمه وهذا التاريخ وهذه المبادئ وهذا الحجم من النجاحات والبطولات والالقاب اللي دايما بتضعه في المقدمه وبتخلي نادي الاهلي نمره واحد في المنافسات القاريه والعربيه والمحليه في مصر. خلت التجربه تتكرر بنفس الاسم في عدد من الدول العربيه الشقيقه، واحنا هنا بننتقل بين عدد من الدول العربيه لمتابعه انديه الاهلي هناك، الانديه اللي بتحمل نفس اسم الاهلي المصري ولكن في عدد من البلاد العربيه الشقيقه. أخبار الأهلي في كل مكان بتقول شباب أهلي دبي يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإماراتي. استعاد شباب الأهلي أهلي دبي نغمة الانتصارات بعد 10 مباريات لم يحقق خلالها أي فوز، وتغلب على أيضا في هذه المباراة بهدفين نظيفين في المباراة اللي جمعته مع فريق الإمارات عصر الجمعة باستاد نادي الإمارات في رأس الخيمة في افتتاح مواجهات الجولة رقم 15 لدوري الخليج العربي. وبيقفز شباب الأهلي للمركز الرابع ويرفع رصيده إلى 20 نقطة، ويبقى الإمارات في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة. الزهراني يشيد بأداء مؤمن زكريا، من اللاعبين طبعا المؤثرين اللي خرجوا في تجربة احترافية خارج مصر في الفترة اللي فاتت في نادي أهلي أو في فريق أهلي جدة السعودي، بيشيد بأدائه طبعا مؤمن زكريا وتألقه سواء مع النادي الأهلي أو دايما هو لاعب عنده إمكانات متميزة جدا فنيا وبدنيا، ومن اللاعبين اللي عندهم السرعات وعندهم تنويع في طريقة أدائهم في الملعب وحتى في الأماكن اللي بيتمركزوا بيها خلال أحداث أي مباراة، وبيقدم كمان حلول غزيرة جدا للجهاز الفني وللمدير الفني اللي بيتولى الفريق اللي هو بيلعب ضمن صفوفه. بيشيد بأدائه فهد الزهراني المتحدث الرسمي لنادي أهلي جدة السعودي من خلال طبعا الحديث عن تألق الدولي مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر المنتقل على سبيل الإعارة إلى أهلي جدة السعودي، وبعدما أحرز 3 أهداف ورفض توضيح حقيقة اهتمام النادي بضم عبد الله السعيد في فترة الانتقالات الماضية لم يعقب أو يعلق على هذا الأمر. وعن إمكانية وجود صفقة نهائية لشراء اللاعب بعد نهاية مدة أو فترة الإعارة أوضح الزهراني انتقل زكريا معارا لأهلي جدة بدعم كامل من هيئة الرياضة السعودية قادمة من الأهلي المصري، ولا أستطيع الحديث عن هذا الأمر إلا بعد نهاية الإعارة مع نهاية الموسم الجاري. أهلي شندي أيضا في السودان يواصل الوديات استعدادا للموسم الجديد. بيواصل هذا الفريق السوداني الشقيق تجاربه الودية ضمن برنامج الأعداد للموسم الجديد، وحقق السبت الفوز في مباراة ودية جديدة بنتيجة 2-1 على فريق المهدية من المستوى الثاني في دوري العاصمة الخرطوم بملعب كلية القادة والأركان. واخيرا اهلي طرابلس يدعم صفوفه بثلاث محترفين. نجح رجل الاعمال اسماعيل الشتاوي الرئيس الشرفي لنادي اهلي طرابلس الليبي في اتمام التعاقد مع ثلاث لاعبين محترفين دوليين، وذلك لدعم صفوف الفريق في مشواره نحو الحفاظ على لقب الدوري الليبي واللي توج به في الموسم الماضي. وتعاقد اهلي طرابلس مع ثلاثي الدوري الافريقي المهاجم الرواندي ايتيكياما ايجيتي ولاعب الوسط الكونغولي جونيور ماكيسي والمدافع البوركيني زونجارا، وقد تم قيد الثلاثي في القائمه الافريقيه، ويحتل اهلي طرابلس الليبي صداره المجموعه الرابعه في الدوري الليبي برصيد 14 نقطه بفارق نقطه واحده عن المدينه صاحب المركز الثاني. دي كانت إشارات سريعة جدا إلى أخبار الأهلي في كل مكان، الأندية اللي بتحمل نفس اسم النادي العريق الأهلي المصري، واللي طبعا بنتابع أخبارها لأنها أخذت التجربة أو هذه التجربة بنيت على اسم النادي الأهلي ونجحه في مصر، وانتشر المسمى في عدد من الدول العربية بوجود عدد من الكيانات الرياضية اللي أنشئت أو أندية كرة القدم التي تحمل نفس الاسم الأهلي. احنا في هذه الفترة من التغطية لسه طبعا هنتابع مع حضراتكم العديد من الموضوعات، هنتكلم عن المستوى الفني، وجدير بالذكر ايضا انه العلاقات الطيبة بين مصر والسعودية
قدرنا أن يلتقي المنتخبان الشقيقان في نهايات كأس العالم القادمة في روسيا. العلاقات الرياضية والاستثمار المشترك والدعم من كيانات رياضية سعودية لكيانات رياضية مصرية والتنسيق معها زي ما شفنا في الفترة اللي فاتت ما يحدث مع النادي الأهلي، وهذا الحب الجارف والدعم الكبير لمجلس الإدارة الحالي وللنادي الأهلي بقيمته واسمه وعراقته ومبادئه وتاريخه تحت قيادة المجلس الحالي بقيادة كابتن محمود الخطيب. أكيد نتمنى الظهور، هم في نفس المجموعة مع أوروغواي وروسيا، نتمنى ظهور قوي للمنتخب السعودي الشقيق، ولكن نتمنى طبعا تفوق منتخبنا في اللقاء. نتمناها مباراة تليق بالفريقين، هيكون فيها روح قتالية ندية، الكل بيسعى سعي مشروع نحو الفوز وحسم المباراة لصالحه، وإن شاء الله تشهد قدر كافي من المنافسة يليق بمستوى واسم المنتخبين الكبيرين منتخب مصر والمنتخب السعودي الشقيق. نتمناها طبعا مباراة يحدث فيها أو نحقق الفوز فيها على حساب شقيقنا على المنتخب السعودي اللي بنتمنى له كل التوفيق في مشواره في كأس العالم، باستثناء مباراته مع المنتخب المصري اللي أكيد هنكون منحازين فيها لمنتخبنا والمنتخب بلدنا وبنتمنى له الفوز في هذا اللقاء، لكن بنؤكد أنها هتكون مباراة لها طابع خاص جدا وهتشهد تنافس طبعا لا يتناقض على الإطلاق مع العلاقات الرياضية القوية بين البلدين وبين الأندية في البلدين الشقيقين.